بالنسبة لنشاط اليوم الذي يعقد في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية هو عبارة عن محاضرة يلقيها مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار ولعلوم الآثار والتراث، وفي نفس الوقت هي مناسبة لتوقيع اتفاقية تعاون ما بين كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والمعهد المذكور. هذا يندرج في إطار سياسة عامة تؤمن بها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي الانفتاح على كل المؤسسات الخارجية التي يمكن أن تشكل إضافة بالنسبة لكليتنا، بالنسبة لطلبتنا، أيضا بالنسبة للأساتذة. إذن تندرج هذه الاتفاقية في هذا الإطار، خاصة وأن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تحظى بتواجد مجموعة من الأساتذة ذو التخصص في ميدان الأركيولوجيا وفي ميدان التاريخ القديم بصفة عامة. إذن هذا التعاون أكيد أنه سيكون مثمرا من هذه الناحية، لأن هناك فرق تشتغل في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأيضا هناك فرق تشتغل في المعهد الوطني لعلوم الآثار، والتعاون هذه الفرق حتما سيؤدي إلى نتائج إيجابية إن شاء الله. وبطبيعة الحال سيكون التعاون لن يقف عند الحد، وإنما أيضا سيشمل الزيارات المتبادلة للطلبة ثم الزيارات المتبادلة للأساتذة، وربما أيضا سنشتغل جماعة على بعض المشاريع العلمية، وأيضا سنشتغل على مواضيع اللي هي مشتركة ما بين المؤسستين. شكرا أولا على الحضور، ثانيا أن المحاضرة اللي عرفتها اليوم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية واللي قام بها الأستاذ بوزوغار مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث كتندرج في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها المختبر وكذلك الكلية من حيث الانفتاح على باقي العلوم، وكذلك تنويع العرض البيداغوجي الذي تعرفه الكلية في إطار التوجهات الجديدة للتربية والتكوين وخصوصا التعليم الجامعي. ومن هذا المنطلق هذا فكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية خدت على عاتقها المبادرة أنها تفتح أوراش جديدة التي تهم الأركيولوجيا، تهم التراث، وتهم السياحة وخصوصا السياحة التاريخية. من هذا الباب فكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية كتقدم مجموعة من العروض اللي هي أولا مجموعة من التكوينات في الماستر وكذلك التكوين، والتكوين في الماستر هناك تكوين متخصص وهو تكوين ماستر الموروث الثقافي والأركيولوجي والسياحة الإيكولوجية. كيندرج هذا اللقاء هذا في الدعم اللي كتحظى به كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية من خلال المعاهد مثل معهد ديال العلوم الأثر، ولكن أيضا من خلال الدعم الذي أصبحت تحظى به من طرف المؤسسات التي تشرف على المواقع الأثرية مثل موقع أثري بناصة، لأن كيحضر معنا هنا الأستاذ طارق موجود، وكيحضر معنا الأستاذ البرطيع اللي هو المشرف على موقع وليلي، وكيحضر معنا المندوبة الجهوية للثقافة من طنجة. وبالتالي هذا التوجه الجديد اللي ولات فيه اللي ولات كتمشي عليه الكلية فهو دعم لتكوين أطر مغربية نبثق من جامعة بن طوفيل اللي فيها أن الطالب ما يبقاش محتصر فقط على التاريخ، ولكن أيضا نفتح على التاريخ، على الأنثروبولوجيا، على السوسيولوجيا، وكذلك على علم الآثار، لأن العلم كما قال الأستاذ بوزوغر فهو التاريخ فهو علم يعني إبريد، يعني أنه على الطالب أن يعني أن يلتمس العلم من كل المرافق الأخرى. علاقة بك بشكل شخصي وكونك تشتغل على التاريخ المحلي لمدينة القنيطرة بشكل مركز، بماذا ستفيدك هذه الاتفاقية كون المهتم على دراية على أن علم آثار لا يهتم فقط بالتاريخ القادم الواسط وإنما له امتدادات حتى في المعاصر، وسبق لكم تناولتم محاضرة عامة حول هذا الشأن. صحيح بأن مدينة القنيطرة هي مدينة تزخر بمواقع أثرية وتراثية، فلا تزال نعم هناك تحول عمراني في مدينة القنيطرة، ولكن لا تزال هناك مجموعة من البنايات التي فيها تحتوي على شواهد تؤكد على الفترة الكولونيالية، والدليل على ذلك
لأنه استضفنا خلال هذا الشهر مجموعة من الفعاليات التي حضرت بالكلية والتي تتحدث عن هذا الموروث التاريخي. يكفي أن أشير بأن مدينة القنيطرة لا تزال تشهد مجموعة من البنايات العمرانية الكولونيالية التي تؤرخ لتطور عمراني لم تشهده باقي المدن، لأن مدينة القنيطرة هي مدينة حديثة وبها تاريخ معاصر يشهد على هذه الدينامية الجديدة التي تعرفها هذه المدينة.